بخصوص ملف theme.json، فإذا هو ملف الآن حديث وجديد على ملفات القوالب. فالآن كل قالب ووردبريس جديد، قالب مكونات ليس قالب كلاسيكي، قالب مكونات، كل قالب ووردبريس جديد فيه ملف theme.json. وإذا ذهبنا مثلا إلى القالب الأخير لووردبريس 2024، ذهبنا إليه مجددا، سنجد فيه ملف اسمه theme.json. فإذا هذا ملف أساسي، ليس مطلوب، ليس يعني لا ينفع القالب إلا فيه، لكن هو أساسي فعلينا أن نستخدمه. فإذا هذا theme.json كما اتفقنا في وقت سابق لقالب 2024 فيه الكثير من المعلومات، لكن اتفقنا على شيء أساسي هو أن يكون فيه النسخة ويكون فيه شيء اسمه فإذا اتفقنا أن يكون فيه النسخة والسيتينجز ويكون فيه الستايلات. فإذا هذه الأشياء الرئيسية فيه. والشيء الأساسي اتفقنا أن كل ملفات جيسون بكل أنحاء العالم مهمتها هي تمرير معلومات. بخصوص ملف theme.json بالقالب مهمته تمرير معلومات الستايل، ويعني CSS بمعنى آخر، لكن ليس CSS مكتوب بشكل يعني صريح، لا، بطريقة أخرى، بطريقة جيسون. وهنالك قسمين بهذا الملف، الأول هو settings، يعني قسمين رئيسيين، الأول settings والثاني styles. settings تتحدث عن ماذا تريد أن تفعل بالستايل وماذا لا تريد أن تفعل، تفعيل تعطيل. أما الستايل فهي تطبق ستايل معين على موضوع معين، مثلا أنا أريد كل الباراجراف، كل الهيدنجز مثلا أو كل الباراجرافز في الموقع أن يكون لونها مثلا أخضر، فهذا الشيء يمكن أن أضعه بالستايلز. فلنرى بشكل سريع عن السيتنجز بهذا القالب، القالب الافتراضي. تلاحظون أن هنالك خاصية اسمها appearance tools، الآن سأشرح عنها في هذا الفيديو، وأيضا خصائص مثلا الكلر، فهو يوضح، لاحظوا أغلب الخصائص في السيتنجز هي false أو true، لأن تفعيل إلغاء تفعيل أو إلغاء تفعيل تفعيل، يعني false أو true. وهذه هي الخصائص، مثلا ممكن أن تحدد الألوان الرئيسية في الموقع. ولننتقل لشيء آخر، لاحظوا هناك كثير من الألوان الخاصة في هذا القالب الافتراضي، وضع الكثير من الألوان هنا الأساسية. لاحظوا هناك خاصية الخاصة باللاي أوت، لاي أوت شرحتها في الفيديو السابق. وأيضا هناك خصائص خاصة بالسبيسينج. وبخصوص السبيسينج، ماذا يعني السبيسينج؟ السبيسينج يعني بكل بساطة هي الهوامش الداخلية، هوامش خارجية، ويعني بشكل عام يعني البادينج والمارجن. وبمعنى أن بالسيتينجز لا تقول لا تحدد ما هو الهامش الداخلي، مثلا تريد مثلا لهذا الهيدينج أن يكون الهامش الداخلي مثلا 1 رم على كل الجهات أو 10 بكسل على كل الجهات. بالسيتنجز لا تقول هذا، ليس موضوع مرة أخرى، السيتنجز هي تفعيل أو إلغاء تفعيل أو وضع إعداد. فبالتالي هنا بالسبيسينج يمكن أن أحدد أن ما هي اليونتس أو الوحدات التي أريد أن أدعمها بالسبيسينج، بالبادينج وبالمارجن. مثلا الآن يونت تريد أن تدعم البرسنتج ساين، البكسل، الريم وغير ذلك من الوحدات، أم تريد أن تدعم وحدة معينة مثلا، يمكن أن تحدد ذلك. وهذا الشيء سينعكس على الإعدادات الموجودة هنا. فإذا بداية دعونا نطبق ذلك حتى لا نضيع. فالآن نحن في القالب الخاص بنا، هذا هو القالب الخاص بنا. إذا ذهبت إلى theme.json لاحظوا هو نفس الشيء الذي أنا كتبته في فيديو سابق، زائد أنا أضفت هذا السطر الذي هو appearance tools. appearance tools بالإعدادات هي أو أدوات المظهر هي بالأصل false، يعني by default false، يعني كتبتها أو لم أكتبها هي false، لكن أنا أريد أن أؤكد أنها false لأنني الآن سأنقلها لـ true، لكن أريد منكم أن تروا الشيء. فإذا هي الآن false، جيد. فإذا الآن لو ذهبت إلى، دعوني أعود، لو ذهبت إلى مظهر ومحرر والقوالب إندكس تحرير، فإذا هذا هو الإندكس الخاص بي. إذا قمت بالنقر على هيدينج، لاحظوا هذا هو الهيدينج، قمت بتحديده
وأكيد أنا أحدد، لاحظ هو اسم الموقع، وهنا بالمكون لاحظوا إذا قمت بالنقر على الستايل هنالك إعدادات خاصة بالهيدنج ستظهر مثل اللون والخطوط. هل يوجد إعدادات أخرى؟ لا، لون، خطوط، شيء الخاص بالخط فقط. فإذا الآن لو أنا قمت بتغيير هذه الـ Appearance Tools لـ True، أريد تفعيلها. فإذا الآن أريد منكم أن تروا ما الشيء الذي سيحصل، فسأقوم بالتحديث حتى نرى معا وننتظر. مرة أخرى سأحدد هذا الهيدنج الذي هو اسم الموقع، وهنا التنسيقات ستايلز. لاحظوا سيظهر لي شيء جديد في الأدنى هنا اسمه أبعاد. أبعاد يعني spacing. وإذا قمت بالنقر على هذه إشارة البلس هنا، لاحظوا فيمكن أن أحدد هوامش داخلية وهوامش خارجية. هوامش داخلية بالCSS يعني padding، هوامش خارجية margin. والآن إذا قمت أنا بتحديد هوامش داخلية، فالآن يمكنني، عفوا أنا نقرت في مكان آخر، فإذا هنا إذا قمت بتحديد هنا هوامش داخلية، لاحظوا تم تحديدها، فإذا الآن ستظهر لي الهوامش الداخلية يعني padding. فقبل أن أغيرها دعوني أغير الخلفية هذا حتى تروا بشكل أوضح. مثلا سأضعها لون أخضر مثلا أو لون أورانج مثلا هكذا حتى تروها. فإذا هذا هو اللون، هو أورانج هو الذي سأغيره أو لونه برتقالي. فإذا الآن إذا غيرت الأبعاد الداخلية لاحظوا هنا لدينا فوق تحت، فالآن لاحظوا ما الشيء الذي سيحدث بهذا الشكل. لاحظوا، طيب أنا أريد تغيير هذه فوق تحت، البادينج فوق تحت، طبعا البادينج ليفت يسار يمين. الآن انظروا، ربما هذا لن تروها بشكل واضح، دعوني أعيد البادينج للزيرو. الآن للهوامش الداخلية الخارجية، إذا هذه هي الهوامش الخارجية، الهوامش الخارجية مارجن، فدعونا نغير فوق تحت، إذا هكذا. لاحظوا الآن ما الذي سيجري فوق تحت، حصل هنا فراغ، يوجد فراغ هنا لهذا الموضوع. فإذا الآن لو ذهبنا الموقع، فإذا دعونا أقوم بإنسبكت حتى أرى ما الشيء الذي حصل فعليا. فإذا لاحظوا هذا هو فعليا تم إضافته، تم إضافة المارجن الذي تكلمت عنه، ولكنه غير واضح. فدعوني أقوم بنسخ هذا كما اعتدنا، وأقوم بفتح المحرر بسيط جدا هكذا حتى تروا. فإذا الشيء الذي حصل، لاحظوا نحن نعرف أن ال H1 هي اسم الموقع، هو الشيء الذي غيرته. فإذا بداية أنا وضعت بادينج معين أو هوامش داخلية برقم ثم أرجعتها للزيرو. فإذا لاحظوا كيف أضافها، أضافها بإنلاين ستايل ولل H1 وأصبحت بادينج توب 0، بادينج بوتوم 0، بادينج لماذا؟ لماذا 00؟ هي كانت رقم وثم أنا حولتها للزيرو فكتبها. أما بخصوص المارجن، فإذا لاحظوا ما الشيء الذي كتبه هنا. بخصوص المارجن كتب أيضا، ما زلت أنا بالستايل inline style، فإذا البادينج والسبيسينج أضافها للإنلاين ستايل. فإذا لاحظوا بالنسبة للمارجن توب فأضافها بهذا الشكل كفاريبل، وهذه الفاريبل أضاف لها سبيسينج 60. لماذا كانت السبيسينج هنا 60؟ لماذا كانت فاريبل أصلا؟ لأن بكل بساطة أنا غيرتها من هنا بهذا الشكل. لكن لو أردت أن نضيف قيمة معينة، فيمكن أن أقوم بالنقر على هذا مثلا وأكتب مثلا 10 رم بهذا الشكل، ولاحظوا هذه التوب والبوتوم 10 رم. والآن بحرر الشفرة لأريكم، علي أن أذهب للهيدر حتى يتم عرض ذلك فعليا. فدعونا نذهب الخروج من الشفرة والذهاب للهيدر. فإذا مرة أخرى محرر الشفرة، فإذا ها هي، فأين هي أين هي؟ لاحظوا ها هي المارجن توب 10 رم هكذا. وعندما تم كتابتها بمحرر ووردبريس، تم تمرير الإنلاين ستايل، تم تمريره بجيسون بروبرتي اسمها ستايل، وهذه هي الأوبجكت، وتم تمرير فيها الأشياء التي أنا كتبتها. وبالتالي هذه الستايل التي اسمها ستايل بهذا الجيسون هنا، تم تمريرها بالموقع على أساس أنها inline style لل H1 وكانت بالشكل التالي. فدعوني أحفظ حتى نراها على الموقع أيضا. فإذا مجددا لاحظوا المارجن توب الآن أين هي؟
margin right. سأخذها بهذا الشكل، أضعها هنا بالنهاية. المارجن توب الآن لم تعد متغير، أصبحت 10 رن، بالأعلى كانت متغير. لماذا؟ مرة أخرى عندما أقوم أنا بكتابة قيمة مخصصة عندما أقوم بكتابة قيمة مخصصة فإنها سيدخل القيمة، لكن عندما أنا أستخدم هذا الستيبر أو هذا الذي يعطيك خطوات معينة، فهذه هي تكون عبارة عن variable، تكون عبارة عن variable محدد ب WordPress. by default تم تحديد هذا، جيد، هذا من WordPress. فهذا بخصوص موضوع الـ spacing والـ appearance tools. فإذا appearance tools تتيح لنا أن نضيف خاصية الـ spacing والتي هي يعني أبعاد، يعني هامش داخلية هامش خارجية للعناصر. طيب عندما يتم تحديد هذه العناصر أبعاد داخلية هامش داخلية وهامش خارجية، يعني bad impression تم تحديدها من المحرر، أين تذهب؟ كيف يتم التعبير عنها؟ فالتعبير عنها يكون من خلال تمرير style property الخاصة بهذه element بهذا الشكل، يتم تمريرها بهذا الشكل، وبالنهاية بالموقع بالشكل النهائي يتم تمريرها على أساس أنها style inline. إذا قمت أنا بتحديد الستايل ك بالستيبر بهذا الموجود الذي لدي هنا، إذا قمت بتحديده هنا بهذا الشكل، فهذا يعني أنني سأستخدم الفاريبل الافتراضية الموجودة بووردبريس. إذا لم أقم بذلك حددت القيمة فسيتم إضافة القيمة كما هي. فإذا هذا هو بخصوص هذا الموضوع. فبخصوص موضوع السبيسينج، طبعا أنا قمت الآن بتفعيله هنا بهذا الشكل، لكن إذا لاحظنا أن بالثيم دوت جيسون الافتراضي أن بالإعدادات يمكن أن أحدد هذه الستبس، يمكن أن أحددها. لاحظوا أن هنا مثلا بالقالب الأخير 2024 فبالثيم دوت جيسون خاص به تم تحديد بداخل السيتنج خاصية اسمها سبيسينج، وهنا حدد السكيل لهذا السبيسينج. طبعا السكيل وهو يمكن أن تحدد أن هل تريد الخطوات، كيف تكون الخطوات. فإذا هو يبدأ من الخطوة الزيرو ويبدأ السبيسينج سايزز بهذا الشكل، فيعطيها نيم مثلا واحد، ما هي قيمتها الفعلية 1 رام، والسلاج هو 10. بالتالي نحن عندما اخترنا أعتقد ربما هذا الافتراضي، لست متأكدة، لكن لست متأكدة من هذه القيم موجودة ب 2024، لكن هنالك قيم أيضا محددة من قبل ووردبريس هي التي أخذها في حالتنا هنا، لأننا لم نحدد مثل هذا الشيء الخاص بالسيتنج بهذا الشكل. طبعا بالتأكيد يمكن أن يتم تحديد اليونتس كما قلت، فأعتقد لو كتبت هكذا هنا يمكن أن أحدد أريد بيكسل أم ريم، يمكن تحديد القيم الواحدة أو اليونت من هنا لهذه الأبعاد. فإذا فالفكرة أن يمكن بثيم دوت جيسون ربما يبدو كما يعني أنا أعرف أنه يبدو معقد أو يبدو شيء غريب أو ما هو فعليا، لكن أود أن تفكر به بالشكل التالي، أن غاية ووردبريس من هذا الموضوع أن توحد أساس كل الثيم أو قواعد أو إعدادات الثيم الأساسية، أن تضعها كلها بملف واحد، وبالتالي أنت تبني على الأساس يكون الموقع بشكل عام متسق. كيف ذلك؟ يعني عندما أنت مثلا تعلمنا بوقت سابق عن الألوان، عندما تحدد الألوان الرئيسية بالموقع، اللون الأساسي، اللون الفرعي، وتضعه بثيم دوت جيسون، فكل موقعك سيكون له لونين فقط. فبالوضع السابق عندما قمت أنت بكتابة، إذا كان لديك خبرة مع قوالب كلاسيكية، كنت تحدد ذلك كله من خلال الملفات الـ CSS، تقول أنا تحدد ذلك من خلال Variable CSS فقط. لكن هنا WordPress يجبرك على تحديد الأساسيات، وهذه الأساسيات سيتم تطبيقها على كل الموقع، فبالتالي يكون يوجد هنالك اتساق. أيضا الفكرة هذه بخصوص الألوان، أيضا بخصوص الـ Spacing، فهو يحدد الأبعاد الموجودة في موقعك، يكون فيها اتساق، ليس مرة تستخدم 1 رم ومرة تستخدم 10 رم ومرة 5 رم، لا، كلها يكون يوجد هنالك ستيبس معينة بخصوص السبيسينج ويتم استخدامها في كل الموقع، فهو يكون نوع من الاتساق، يكون من نوع كقاعدة
كقاعدة، يكون كقاعدة أساسية تبدأ منها لبناء موقعك. موقع ألوانه كلها معروفة ومحددة بوقت سابق، موقع الأبعاد الخاصة به محددة بوقت سابق. أيضا بخصوص فكرة اللاي أوت، عندما تم قمنا بتحديد اللاي أوت، عفوا نقوم بتحديد اللاي اوت، هذه الارقام يتم تطبيقها على كل الموقع وبالتالي يكون متسق. ليس مره يكون الكونتنت سايز مثلا 700 بكسل ومره 10 بكسل ومره 90 بكسل ومره 1000 بكسل، لا موحد، كل شيء موحد، وهذا يعطي نوع من الاتساق ومكان واحد يمكنك ان تتحكم بكل الاساسيات، الاعدادات الاساسيه للموقع. وهذا لا يعني ان هذه الاساسيات يعني منزلة ولا يمكن تغييرها، يمكن تغييرها ويمكن إعادة الكتابة عليها بطرق أخرى نتعلمها لاحقا، لكن هذا هو الأساس. ففكر بثيم.json هو الأساس لموقعك، سيسهل عليك المسألة من خلاله مرة أخرى. وكذا تحدد الألوان الأساسية، تحدد الأبعاد الأساسية، تحدد التخطيط الأساسي، تحدد الخطوط الأساسية. فإذا الآن لموقعنا فعليا يمكن نحن أن نستخدم هذه الأشياء مثلا بالإعدادات، أن نحدد spacing معينة نحن نريد أن نضيفها للموقع. فدعونا نقوم بالتعلم من هذا spacing الموجود هنا ونحدد مثلا spacing sizes لموقعنا. فإذا هنا بداخل الأساسي بداخل الإعدادات فيمكن أن أكتب هنا spacing، و مرة أخرى ما هو الاسبيسينج؟ الاسبيسينج هو عبارة عن أوبجكت، أريد فورا أن أحدد الاسبيسينج سايزز التي هي عبارة عن array. فإذا لنقم بذلك spacing sizes التي هي عبارة عن array، ولاحظوا أن كل أوبجكت فيها السايزز التي أريد أن أدعمها أو الحجم أو الحجم الذي أريد أن أدعمه، ففيه name وsize وslug. فدعونا أضيف object هنا، سأكتب name و size و slug. slug ضروري slug هو الاسم اللطيف ونحن نعرف أنه مهم. لاحظوا هنا أعطى slug 10 اسمه slug هو 10 لكن الاسم واحد هنا الذي يظهر للعيان يعني للمستخدم، و one rem هي قيمة CSS. فدعونا نكتبها، فإذا سأكتب نفس القيمة ويمكن أن نغيرها لاحقا. فإذا one rem وهنا سنكتب 10، جيد. فإذا الآن كيف سينعكس ذلك على موقعنا؟ فإذا تحديث لنرى هل سيظهر هذا السايز الموجود هنا. فإذا سأحدد مرة أخرى، هذه هي الأبعاد، وإذا لاحظوا اختفت الستيبس هنا ومباشرة لدينا ستيب واحد، فأنا فقط دعمت واحد. لاحظوا مكتوب هنا واحد وهذا الواحد هو الاسم الذي أنا أضفته هنا، جيد، والسلاج 10. وبالتالي أنا لو اخترت هذا هنا الهامش الخارجي 10 وذهبت للمحرر المرئي المحرر الشفرة عفوا وذهبت إلى أين هي ذهبت؟ فإذا ها هي على فكرة، ها هي التي هي البوتوم والتوب يفترض، نعم التوب والبوتوم للمارجن هو عبارة عن spacing 10. هذه العشرة هي السلاج الذي كتبته هنا، والقيمة فعليا هي 1 رم. بمعنى آخر لو أنا يعني حافظت هذا الشيء وعدت للموقع وتحديث، فإذا قيمة CSS هنا لاحظوا هي 10، قيمة CSS 10 التي هي 1 رم مكتوب، جيد. يعني فقط تشجيع لكم، أنا أعرف أن ربما أنت تقولون ما هذا الشيء الذي تشرحينه، وشيء يعني غريب نوعا ما، شيء لم أفهمه لا أعرفه أو شيء كهذا. فأنا أريد منك أن تعطيه فرصة، لأن ربما أو على الأغلب هذا هو المستقبل بخصوص ووردبريس، وستتعامل مع هذه الأمور لاحقا، يعني لأن ووردبريس يتجه نحو هذا الأساس، نحو هذه الأمور. فأنا أوضح لك كمطور، أنا أعتبرك أنك شخص مطور، فأوضح لك أن كيف يتم ترجمة هذه الأمور للكود وأين ستراها وكيف ستراها وماذا تعني. فبكل صدق أنا أشرح لك ذلك، لا أعتقد أن شخص آخر سيوضح لك بهذه الطريقة وبهذه الدقة أين تذهب الأمور وكيف تكون. فإذا دعونا نكمل، دعونا نضيف شيء آخر، ما رأيكم؟ فمثلا هنا سأضيف spacing size آخر، سيكون
سنضيف ثلاثة، ما رأيكم أن ندعم ثلاثة؟ نضيف ثلاثة، فإذا الثاني سيكون رقمه مثلا اسمه اثنين، نضيف اثنين ريم، لا نضيف واحد واحد يعني 1.2، واللقب الخاص به 20، ليس يعني أريد تغيير الألقاب هنا، سأضيف ربما لاحظوا ربما نكتب شيء آخر، مثلا هنا نكتب مثلا واحد، والواحد مثلا تكون 8 بكسل بهذا الشكل، والسلاج يكون واحد، جيد، وهنا نكتب اثنين ونكتب 16 بكسل مثلا، وهنا السلاج اثنين، وهنا نفس الشيء نكتب ثلاثة، والثلاثة تكون هي عبارة عن 16 بكسل 24 بكسل والرقم ثلاثة، أو ربما أيضا نعطي أن يكون هنا 8 وهنا 16 وهنا 24 أيضا حتى يعطي فكرة عن الموضوع. هنا لاحظوا أيضا هنالك شيء هنا اسمه units بداخل spacing، فيمكن أن نستخدمه أيضا، ما رأيكم؟ فإذا هنا بعد spacing size هنا سأضيف شيء، لاحظوا أين هي؟ إذا هذه spacing size، هذه هي spacing size خارجها أو بعد أن تنتهي، وما زلت أنا بداخل spacing سأضيف units، هذه units ستكون هي أيضا عبارة عن array، سأسمح للبرسنتج والبكسل وأيضا للرم. أين هذا سيتم استخدامها؟ خروج من الشفرة، سيتم استخدامها هنا عندما أقوم بالنقر على هذا، فالآن يتم السماح لهذه الثلاثة، لكن الآن أنا غيرتها، الآن سأقوم بالتحديث لأرى وأنتظر معكم، فهكذا نعم. فإذا الآن الهوامل لاحظوا أصبح لدي ثلاثة ستيبس هنا، فإذا هذه هي، لاحظوا الأولى 8 بكسل 16 بكسل و 24 بكسل. عندما أقوم بالنقر على إضافة مارجن مخصص، لاحظوا أنا لدي خيار أن أكتب بكسل، أختار بكسل برسنتج أو رم حسب اليونتس التي اخترتها هنا. ماذا يفيد هذا الموضوع كله؟ الفائدة الأولى تكلمنا عنها، وضع أساس ثابت لكل الثيم أو القالب. الفائدة رقم اثنين هو خاصة عند تفعيل appearance tools true، أن المستخدم العادي النهائي، ليس أنت، المستخدم النهائي سيمكنه القيام بهذه التغييرات الموجودة هنا. فأنت ماذا تريده أن يغير؟ ما نوع التغييرات التي تريد أن تسمح له أن يغيرها؟ هذا هو السؤال. فهل تريد أن تسمح له أن يغير مثلا اليونتس، أن يستخدم كل اليونتس الموجودة في العالم يعني، أم يونتس معينة؟ أنت تقرر حسب القالب الخاص بك. مثلا يمكن فقط أن تسمح مثلا بالبكسل أو تسمح بالرم أو تسمح بكل شيء. لاحظوا أن بقالب ووردبريس هنا سمح بكل شيء تقريبا، جيد. فهذا هو السؤال الذي يجب أن تسأله لنفسك قبل أن تحدد هذه الأمور. عفوا، الموضوع الثاني أن بخصوص spacing size الموجودة هنا مرة أخرى، هو ما هي الأبعاد التي تريد أن تسمح للمستخدم أن يغير فيها؟ أكيد ستسمح له بشيء مخصص، سيدخل شيء مخصص، لا مشكلة، لكن يعني إذا استخدم من هذه الأمور، ما هي القيمة العليا أو القيمة الدنيا والعليا التي تريد أن يغير الأبعاد حسب هذه الأمور؟ جيد، فهذا هو خيارك أنت كمصمم. أنا يعني لا أعرف ما خيارك سيكون، لكن بهذه الطريقة ستفكر أن ما هو الشيء الذي أريد أن أتيحه للمستخدم النهائي أن يقوم به. فهذا بخصوص موضوع السبيسينج. كان أن أضيف هنا ستايلز، وهذه الستايلز ليست هي إعدادات، بل هي مواضيع أنا أفعلها فعلا بالموقع. فإذا لنرى بالنسبة لثيم 2024 ما هو الشيء الذي قام به بالإعدادات. فإذا نحن درسنا الإعدادات، الآن ستايلز. فإذا بالستايلز لاحظوا يوجد شيء اسمه بلوكس، وأنا أخبرتكم عن بلوكس وقت سابق، أن يمكن أن أقول أن الباراجراف كله بالموقع أريد لونه أخضر أو أحمر، ويمكن أن أقوم بستايل ذلك من خلال للبلوكس. فإذا أردت تجريب ذلك يمكن ذلك، فأنا أريد من هنا أن أحدد أنني أريد ستايلز بلوك معينة بالموقع، مثلا أريد ستايلز مثلا أي بلوك، مثلا دعوني أرى، مثلا دعونا نقول مثلا كور هيدينج، أريد الهيدينج، جيد، وأريد أن أغير الكلر الخاص به، عفوا
وخصوصا color text، وأريدها أن يكون green مثلا. إذا الآن دعونا نذهب ونضيف مقالة، ليس بالضرورة دائما أن نكون بالمحرر الموقع ككل يعني. وهنا نضيف عنوان، لاحظوا مجرد أنني ضفته كان بالأخضر، فكأنني أنا طبقت قاعدة هنا على كل العناوين الموجودة في الموقع أن تكون جرين. طبعا ربما تقول أن يعني هذا إعداد عام جدا، يعني أنا لا أريد كل العناوين في الموقع أن يكون لونها جرين أو لونها أو لها إعداد واحد أو موحد. كلامك صحيح، لكن أحيانا يوجد بعض الجروبس أو بعض البلوكس أنت فعلا أو المكونات تريد فعلا أن تجعل لها ستايل موحد. فبهذه الحالة ماذا تفعل؟ بهذه الحالة تستخدم ثيم دوت جيسون الذي يوحد الأمور، والذي هو هذا هو الهدف الرئيسي منه. طيب أنا لو قمت بنشر، لا أعرف هل لدينا نحن قالب سينجل؟ لا أعرف، الآن سنرى. فإذا مشاهدة، ليس لدينا قالب سينجل على ما يبدو. دقيقة، هذا هو قالب السينجل. طبعا قالب السينجل فارغ، يفترض أن يكون فيه ووردبريس. هنا لماذا لم تظهر؟ الآن مشكلة جديدة علينا أن نقوم بعرضها مرة أخرى. عنوان، نعم ها هي ظهرت. إذن هنا عنوان المقالة، وهنا لدينا عنوان المقالة، وأصبح لدينا لا دعوني أحرر الموقع مرة أخرى للسنجل، لأنني أعتقد أنني نحن ونتدرب أضفت شيء هنا. فإذن للسنجل دعونا نقوم بإيديت له. فإذن لاحظوا أنا عدلت عليه من هنا، وبالتالي يظهر هذا ربما. فإذن دعوني أقوم بمسح التخصيصات جيد وحفظ كل المقالات. وهل هذه المقالة الجديدة التي أضفتها؟ عرض. فإذن هذا هو عنوان المقالة، لكن أين هو المحتوى المقالة؟ لاحظوا الآن نحن في مشكلة جديدة، لكن نتتبعها كما تعلمنا نتتبع الشيء. فإذن هذا هو العنوان موجود. طيب والفقرة، نضيف فقرة مثلا، مرحبا كيف حالكم، وتحديث وتحديث. يفترض أن نرى المحتوى. نعم مرحبا كيف حالكم ظهر، لكن العنوان لم يظهر. أنا لم أكتب عنوان، أنا لم أكتب، لاحظوا لم أكتب، هذا هو الخطأ، أنني لم أكتب عنوان، تركت عنوان لكن لم أكتب عنوان. فسأغيرها من هنا إلى عنوان مرحبا كيف حالكم وتحديث. هذا هو الخطأ الذي حصل. فإذا الآن لدينا هذا العنوان الذي أنا وضعته باللون الأخضر من theme.json. الهدف الآن نريد أن نعرف أين يعني ما هو كود CSS الذي تم ترجمته لون العنوان أخضر، يعني ترجمة هذا الذي كتبته بثيم.json، ما ترجمته للCSS. هذا الهدف الذي أريد أن أقوم به. إذا لاحظوا هذا هو الهيدنج، ها هو مرحبا كيف حالكم، ولاحظوا أن هنالك كلاس الهيدنج الأساسي، وبالCSS تم إضافة لكلاس الهيدنج color green. فإذا هذا الشيء الذي أنا أضفته هنا بشكل أوتوماتيكي تم إضافته لكلاس الووردبريس بلوك هيدنج. هذا الشيء الذي حصل في هذه الحالة، فلم يتم إضافة، تم إضافته بشكل إنلاين. لاحظوا ها هو بشكل إنلاين بالموقع، يعني إذا قمت بالذهاب إلى View Page Source وبحثت عن green، سأرى ها هو، هذا يعني إنلاين، والإنلاين خاص بالبلوك هيدنج. فإذن هذه هي الطريقة التي ترجم فيها وورد الستايلز لهذا الموضوع، الثيم دوت جيسون ستايل لهذا الموضوع. فإذن أعتقد كافي لهذه اللحظة، الفيديو طال يعني لم أتوقع أن يطول، لكن وضحت هذه الفكرة. سنستمر مع ثيم دوت جيسون بالفيديوهات القادمة، وإن شاء الله يعني تستفيدوا من هذه السلسلة.